بدأت اليوم في محكمة بالخرطوم ثالث جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بشأن المعروضات والأموال التي عثر عليها في مقر إقامته. ووجهت المحكمة إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع. من جهتها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه غير مذنب، ورفض القاضي طلب الإفراج عن البشير بضمانات مالية. أكد مصدر أمن يمني مقتل 3 من قوات المجلس الانتقالي جراء تفجير انتحاري في مدينة عدن، وقال المصدر أن انتحاريا وجه دراجته النارية المفخخة نحو عربة تابعة لمقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي بالقرب من ممر دائري في حي الشيخ سعد شمال المدينة.